السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدين قناة الصحة والجمال، أعزائي مشاهدين مطبخ فريدة فوزي. خليكم معانا النهاردة، هنعمل لكم حلقة جديدة من مطبخنا في قناة الصحة والجمال، ومعانا الشيف كريم حسن. اهلا بيك منورنا. هنعمل لكم النهارده اكله كلنا بندور عليها وبنشم ريحتها واحنا ماشيين في الشارع على كل العربيات. هنعملها بطريقه حلوه قوي 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 زي ما انتم شايفين. النهارده حلقه السندوتشات الكبده والسجق، وهنعمل معاها سلطه حلوه ولطيفه جدا. استنوا معانا، خليكم شوفوا الطريقه اللي احنا هنعمل لكم بيها الكبده والسجق النهارده. نبدا يا شيف كريم. يلا اول حاجه هنعملها يا جماعه، هنبدا معاكم هنقطع السجق بتاعنا التقطيعه الحلوه قوي. السجق ممكن نعمله صوابع زي ما هو، وممكن ان احنا نقطعه كمان. هنبدا معاكم، طبعا كلنا عارفين السجق بيجي بالشكل اللي انتم شايفينه ده. هنبدا نقطعه معانا، ناخد الجلوفز بتاعنا يا شيف كريم. يلا بينا نبدا نلبس الجوانتي بتاعنا عشان نبدا نشتغل، ونوريكم هنقطع السجق بتاعنا ازاي وهنبدا نعمل فيه ايه. طبعا كلنا عندنا 100 طريقه للكلام ده كله، والاسكندرانيه طبعا عارفين الطرق الحلوه بتاعه الكبده الاسكندراني. طبعا في كل مكان سندوتشات الكبده والسجق موجوده في مصر كلها. هنبدا نعمل معاكم السجق، هنشوف احنا السجق هنبدا نخلي شويه متقطعين عادي، هنسيبهم صوابع زي ما هم تمام، والباقي هنقطعه عشان اوريكم السندوتش بالطريقه دي وبالطريقه دي زي ما انتم شايفين كده. بنبدا نقطعه صوابع، وبعد ما بنقطع على ما اعتقد الطريقه الاسكندراني بيكون السجق فيها متقطع. متقطع صغير الاسكندراني الاصلي بقى، مظبوط ده كلام مظبوط. ولكن احنا هنعمل النهارده ده وده زي ما انتم شايفين. احنا بعد ما بنقطع السجق بنبدا نديله بس حاجه بسيطه بالسكينه كده عشان نبدا نخليه يستوي من جوه كمان. يعني السجق بتاعنا بعد ما بنسيبه صوابع كده بنعمل له بس حاجه خفيفه كده بالسكينه زي ما انتم شايفين تمام. وهنعمل زي الشيف كريم ما قال معانا فعلا ان في سجق بيتعمل فعلا لازم يكون متقطع في السندوتشات. احنا هنعمل لكم ده وهنعمل لكم ده تمام. احنا هنا السجق اللي قطعناه هنبدا نحطه معانا، ونبدا نشغل النار بتاعتنا واحده واحده. السجق بيحب يكون نار هاديه، ونبدا نسيبه واحده واحده كده ينزل كل اللي فيه، ما بنحطلوش اي حاجه لان هو اوريدي هينزل ماده دهنيه كتير زي ما انتم شايفين كده. احنا هنعمل الكميه ديت كلها بالطريقه اللي لسه متكلمين عليها، هنديها بس كده نغزه خفيفه بالسكينه بس، وبنبدا نحطها. وعبال ما نقطع السجق هناخد معانا اتصال ونقول الو. الو، ازيك يا فريد؟ عامله ايه؟ الو الو، منوره الدنيا كلها حبيبتي. تسلمي لي يا رب، منوراني. منوره منوره الشاشه زي القمر والله. انت اللي منورانا يا قمر، والله انت اللي منورانا. تسلمي لي يا حبيبه قلبي. احنا قاعدين كلنا بنتفرج على الاكل وجوعنا بجد. تسلم ايديكي يا حبيبه قلبي، والله اجيبه لك لغايه عندك. حبيبتي حبيبتي تسلمي لي. منوره الشاشه. انا عايزه اقول لكم ان انا متابعه قناه فريده فوزي من زمان، كل الوصفات بتاعتها بطبقها رائعه يا حبيبتي والله. طب اعمل ايه بالكلام الحلو ده؟ كلام بقى احلى من الكبده والسجق اللي هعملهم. كل الناس ما تفوتوش يا جماعه الفرصه، ادخلوا على قناه فريده فوزي هتلاقوا اكلات واو كمان يا غير ان هي بتقدمها على الشاشه. يا قلبي تسلمي لي. كل متابعين قناه الصحه والجمال وكل متابعين فريده فوزي اكيد هيتابعونا. منوره منوره الدنيا. وعايزه اقول لك بقى ان انت زي القمر على الشاشه حبيبه قلبي، وصوتك رائع اعلاميه تجنن يعني. يا قلبي تسلمي لي يا رب، انا ما اقدرش على الكلام الحلو ده والله. تسلمي لي حبيبتي. حبيبتي شكرا لاتصالك. هنبدا بقى يا جماعه زي ما انتم شايفين كده، قطعنا الكبده والسجق او قطعنا السجق بالطريقه اللي قلت لكم عليها، ما قطعناهوش فعليا. احنا بدانا نعمل له بس خروم خفيفه كده، وبدانا ان احنا نسيبه على نار هاديه ينزل كل اللي فيه. هنيجي بقى للطريقه الثانيه للسجق زي ما قلت لكم. ده بقى الاسكندراني، ده الاسكندراني تمام. مستني انت السجق الاسكندراني. هنبدا ان احنا نقطعه. طبعا انا بحطه كتير جنب بعضه كده عشان ما ناخدش وقت في التقطيع، ولكن احنا نقدر نقطعه قطعه واحده واحده، يعني مش لازم نقطع كل الكميه مع بعضها زي ما انتم شايفين كده تمام. احنا بس اختصارا للوقت فبنقطع الكميه كلها مع بعضها بالشكل اللي انتم شايفينه ده. طبعا عايزه اقول لكم ان اول ما بيتحط على النار حجمه بيقل، ما بيبقاش في الحجم ده كده زي ما انتم شايفين، حجمه بيبدا يقل شويه لانه بيصفي كل اللي فيه تمام. نبدا بقى ان احنا نقطع باقي الكميه بتاعتنا. طبعا اللي هنقطعه نركنه كده على جنب عشان ما نعملش زحمه في المكان. انا بجد مش قادره اقول لكم، تواصلكم معايا واتصالاتكم ديت بتساعدني جدا. خليكم معانا هنوريكم طريقه السجق بقى بالطريقه اللي بجد هتجيبكم من اخر الدنيا للقناه. ونبدا ناخد اتصال معانا سالي من اسكندريه ونقول الو. الو يا سالي. الو الو، ازيك مدام فريده؟ ازيك عامله ايه حبيبه قلبي؟ تسلمي لي يا سالي، الحمد لله بخير يا حبيبتي. ايه الوصفات الجميله دي؟ ايه الكلام الحلو ده؟
انا متابعه ليكي ومتابعه لكل وصفاتك بصراحه، انت يعني مش عايزه اقول لك انا بحبك قد ايه. حبيبه قلبي وانا كمان بحبكم جدا بجد بجد والله العظيم، انا من اشد معجبينك ومتابعينك، وبجد مبسوطه نورتي، وايه الجمال ده منوره الشاشه كلها والله. حبيبتي انا اكيد مبسوطه اكتر منك والله، ومبسوطه باتصالكم دوت، وانت منوراني ومنوره القناه كلها. اه والله انت المفروض تبقي من افضل القنوات بجد والله، يعني انا سعيده جدا 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 ان انا سمعت صوتك وعملت معاكي مداخله. احنا فعلا في الصحه والجمال اكيد مكملين بعض وحلوين جدا، ومبسوطه جدا ان انا في القناه ديت النهارده وبسجل لكم منها. انا بجد مبسوطه، كل متابعين فريده فوزي وكل متابعين الصحه والجمال انا مبسوطه ان انا معاكم. وانا كمان والله مبسوطه جدا ان انا سمعت صوت حضرتك. حبيبتي حبيبتي تسلمي لي، نورتيني، وتحياتي لكل اهل اسكندريه. تسلميلي مدام فريده، نورتيني. نبدا بقى يا جماعه نقطع بقيه السجق زي ما قلنا لكم. طبعا الكبده متقطعه جاهزه عشان وقت الحلقه، وانتم عارفين تقطيع الكبده للسندوتشات على حسب اللي انتم عايزينه، يعني عايزينها صغيره قوي، في حاجه اسمها بتتقطع عصافير دي بتبقى صغيره قوي، وفي بتبقى اكبر شويه على حسب هتعملوها سندوتشات او هتاكلوها كده زي ما هي. تمام، احنا هنا خلصنا كميه السجق اهي. طبعا زي ما انتم سامعين كده او شايفين السجق بتاعنا اللي احنا حاطينه هنا سايبينه من غير اي حاجه عشان يبدا يصفي كل اللي فيه. تمام، في كل الاحوال هيبقى السجق كله واحد، ولكن ده صوابع وده متقطع. هنبدا ناخد طاسه تانيه معانا يا شيف كريم عشان نبدا نعمل الاكله التانيه بتاعتنا. ناخد المعلقه السباتيولا دي، هو ريحته بدأت تطلع من دلوقتي. ما هو لازم نصفي كل اللي فيه، كل الدهون اللي فيه لازم تطلع. نبدأ بقى، نبدأ ناخد اتصال معانا أم عمار من اسكندرية. يا صفة يا جميلة، اوعي تكون انت أم عمار. أنا أم عمار. حبيبتي تسلميني. يا قلبي منوراني والله ومنورة القناة كلها. حبيبة قلبي والله العظيم انت اللي منورة الدنيا بحالها ومنورة الكون كله. حبيبتي يا أم عمار تسلمي لي، يا رب أحلى أم عمار في الدنيا. أنا أقول لك ثلاث حاجات. اتفضلي. أولاً وحشتيني من يوم ما نزلت اسكندرية مصر. تسلمي لي. ثاني حاجة القناة مضلمة من غيرك من ساعة ما نزلتي مصر، فين وصفاتك الجميلة؟ احنا موجودين أهو على الصحة والجمال. ما أنا بقى مش هتابعك هنا وهتابعك برضه على القناة. أنا موجودة أهو معاكوا على القناة وعلى الصحة والجمال، هتلاقوني معاكوا في كل حتة. حبيبة قلبي ده أنت تنوري الدنيا بحالها. تالت حاجة بقى عايزة أبلغ عنك دكتور الدايت، أقول له الست دي اللي بوظلي الدايت بسببها. لا دكتور الدايت ليه، معانا الشيف كريم حسن النهاردة دكتور دايت، يعني يقدر يكلمك على أي حاجة هنا ويقول لك فيها كام كالوري وتقدري تاكلي منها قد إيه. بجد لا أنا هتابع بقى للآخر. حبيبتي يا أم عمار. وعايزاه بقى يقول لنا يعني يتوغل ويقول لنا ناكله كل حاجه. انت كده جايه تبوظي الدايت. كده مش دايت خالص. كده مش دايت خالص فعلا. حبيبتي يا ام عمار تحياتي لكل اهل اسكندريه، بجد مبسوطه جدا، شكرا ليكي، نورتيني باتصالك. ومعانا اتصال تاني من كفر الشيخ. الو. السلام عليكم. عليكم السلام. مدام فريده ازي حضرتك عامله ايه؟ الله يسلمك حبيبتي. منورة الدنيا كلها. حبيبتي ده نورك، تسلمي لي. بسمة. ايوه انا بسمة. حبيبتي يا بسمة تسلمي لي، يا رب منوراني. الدنيا كلها والتلفزيون كله منور. ده نورك يا قلبي، ده نورك حبيبتي تسلمي لي، انت اللي منورة الدنيا كلها. لا 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 كل حاجة جميلة بتعمليها وانت حاجة كده وبتتفخر. والله انا جميلة عشان انتوا احلى متابعين وعشان موجودة معاكم النهاردة في الصحة والجمال. انت انسانة طيبة جدا ومحترمة وربنا يعيشك ويوفقك يا رب. حبيبتي تسلمي لي، تسلمي لي يا بسمة. من نجاح لنجاح ان شاء الله يا حبيبتي. تحياتي ليكي وتحياتي لكل متابعين القناة، تسلمي لي يا رب. هنا يا جماعة زي ما انتم شايفين بقى السجق بتاعنا، شايفين بدأ كأنه مشوي، يعني بنبدأ ننزل كل اللي فيه. هنا كمان هنبدأ بالسجق التاني اللي قطعناه زي ما قلت لكم، هنبدأ ننزل بيه كمان في طاسة على النار. ناخد بس الاثنين دول. ننزل بيه في طاسة على النار عشان نبدأ نعمله هو كمان. اتفضل يا شيف كريم. زي ما انتم شايفين كده احنا هنا بدأنا ننزل كل اللي فيه، مش هنحط له أي دهون لأن الحاجات ديت الدهون هتبقى زيادة قوي فيها، لو حطينا عليها غير اللي بيكون موجود في اللحمة نفسها هتبقى دهون زيادة جدا.
زي ما انتوا شايفين كده. هنبدا بقى عشان الناس اللي عامله دايت وكده. الدهون دي هي دهون مفيده كده كده يعني، هي الفكره في الكميات اللي احنا بناكلها بس. يعني الناس بتبقى عامله دايت وماسكه بالها اسبوع على بالها كتير، فيجوا في اكله زي دي هم بيحبوها بقى فياكلوا كميات. مظبوط جدا. مين بيقدر يقول لك الكبده والسجق؟ لا ما ينفعش. لا فطبعا هو اي حاجه بكميه زياده هتبقى مضره، لكن اكيد لكن الدهون اللي في الاكل ده والسعرات اللي فيه مش كتير عموما. اكيد يعني مش اكيد كتير. حتى الدهون اللي فيه جايه من اللحمه نفسها، الدهون اللي فيه دهون مش هتاذينا، ودهون مفيده. الجسم كده كده بيحتاج نسبه دهون معينه يعني. مظبوط. بس فالاكله جميله، بس الفكره ما نكترش قوي في الكميات. وانا بقول لكم كده، ما انا لسه بقول انا بقول كده، بس انا اكتر واحد هكتر في الكميات. ومعانا اتصال من المنصوره، تحياتي لكل اهل المنصوره. ازيك يا مدام فريده، نورت مصر. يا قلبي انت اللي منوراني والله النهارده باتصالك ده. بجد منوره مصر ومنوره مطبخ فريده فوزي، وكلنا متابعينك والقناه فظيعه وكل وصفاتك بنجربها وفظيعه طبعا. وكمان منوره قناه الصحه والجمال. وعلى فكره انا مامت روما الشنهابي، وكل متابعاكي خطوه بخطوه. والله انا انبسطت جدا جدا بالاتصال ده. انا ماما حبيبتي رميساء، حبيبتي انا مبسوطه جدا. ماما بتكلمني يا روما، ماما معايا على الهوا. بجد انا مبسوطه جدا باتصال حضرتك ده جدا بجد والله انا بقعد جنبها بس كده عشان اسمع صوتك واسمع كل حاجه حلوه بتعمليها. بجد والله حبيبه قلبي انا مبسوطه جدا باتصال حضرتك ده النهارده. بجد مبسوطه جدا. مش عارفه اقول لك انت دخلتي الفرحه على قلبي باتصالك ده. بجد والله منوره، بجد منوره يعني. بحبك جدا جدا وبحب كل وصفاتك وطريق وكلامك وكل حاجه فيكي حلوه، كل حاجه فيكي سكر. تسلميلي يا قلبي، تسلميلي حبيبتي، نورتيني وشرفني اتصالك. مبسوطه جدا بحضرتك انك كلمتيني، تسلميلي جدا. الله يخليك يا حبيبتي. حبيبتي ربنا يخليكي، تسلميلي، شكرا لاتصالك. نبدا بقى يا جماعه. السجق زي ما قلنا اهو معانا بدا يتشوي خالص اهو، والسجق الثاني برده ما حطيناهوش اي حاجه، احنا مش حاطين اي حاجه معانا، مفيش اي دهون اتحطت لغايه دلوقتي. الكبده هي اللي هنستخدم لها شويه زيت. شايفين كده السجق بدا يدبل معانا، بدا لونه يتغير، بدا يدبل، وبدا ان هنبدا بقى نقطع البصل بتاعنا زي ما انتم شايفين. نكمل بقى حوارنا مع الشيف كريم. كنا بنقول ان احنا مش هناكل كبده وسجق بعد الحلقه. لا 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 مش صح الكلام ده. لا لا ما ينفعش. ما ينفعش. لا بس احنا هنحاول ناكل كميات قليله شويه. هنحاول. تمام. ما وقتش الناس بان احنا نقدر يعني. يا جماعه انا لو طول اصور لكم الكواليس بعد الحلقه، اللي هيتاكل كميه قليله ولا كبيره كنت عملتها، بس اكيد الشيف كريم اللي بيكلمكم دوت اول واحد هياكل كتير جدا عشان تبقوا عارفين. يعني للاسف للاسف انا واحد عاشق للاكل. احنا هنا طبعا ما حطيناش لسه اي بهارات ولا اي حاجه، بالرغم من كده ان برده السجق مطلع ريحه كان فيه بهارات او حاجه، لان حلوة طبعا جدا السجق جدا مطلع ريحه جامده. زي ما انتوا شايفين يا جماعه شايفين يا جماعه شايفين المنظر الجميل ده، شايفين الحلاوه دي. احنا بنبدا نقطع البصل بقى. البصل طبعا للسجق مش للكبده ابدا، كبده ما بيتحطش عليها بصل نهائي. طبعا تقطيعه البصل وتقطيعه الفلفل دي بترجع لكم انتوا، زي ما انتوا عايزين بتبداوا تقطعوه. تمام زي ما انتوا شايفين كده. وطبعا كمية البصل بترجع لكمية الكبدة والسجق اللي بتعملوها. احنا هنا خلصنا كل الكمية اللي احنا عايزينها اللي هتكفي معانا للسجق بتاعنا. هنبدأ ننزل بشوية من البصل على السجق اللي احنا بنعذبه ده لما نزلنا كل اللي فيه زي ما انتوا شايفين. هو احنا اللي بنتعذب مش السجق. هنبدأ ننزل بالكمية اللي باقية ديت على بقيه السجق بتاعنا. طبعا يا جماعه الحاجات دي بتحب البصل جدا، فتقدروا تحطوا بصل زي ما انتوا عايزين. زي ما انتوا شايفين كده معانا كمان بقى التكه الحلوه قوي، الفلفل الالوان اللي بيدي ريحه حلوه قوي بجد للحاجات دي. واللي مش هنلاقيه بره ده غالبا يعني. واللي مش ما بناكلوش على العربيات ده خالص. لا ده ما بيكونش على العربيات، بيكون معانا بس الفلفل اللي انتوا كلكم عارفينه، وده النهارده هنستخدمه لانه حلو جدا في الاكلات دي، هنحطه بس في السجق مش في الكبده. طبعا انت من عاشق الشطه. جدا جدا. وعلى فكره الكبده الاسكندراني برده بتكون حراقه شويه. طيب احنا يا جماعه هنسيب السجق يبدا يتشرب شويه وده يتحمص شويه، وهقطع باقي المكونات بتاعتنا، وهنطلع فاصل وهرجع لكم تاني بعد شويه. استنوني واوعوا تروحوا في اي حته.
ورجعنا لكم يا جماعه بعد الفاصل، وزي ما انتم شايفين كده السجق بتاعنا بدا كل الريحه اللي فيه وكل السوائل اللي فيه تنشف زي ما انتم شايفين كده. شايفين السوائل بتاعتنا بدات تنشف اهي. شيف كريم بقى هيساعدنا في تقليب الحاجات ديت لغايه ما احنا نقطع باقي المكونات بتاعتنا اللي هنستخدمها. نبدا نقطع بقى الفلفل، وطبعا الفلفل ده حسب الرغبه، انتوا عايزين فلفل حامي فلفل بارد، ده بيكون حسب الرغبه. زي ما انتوا شايفين كده بنبدا نشيل كل اللي جوه الفلفل ونقطعه. طبعا التقطيعه دي برده حسب الرغبه، تقطعوا زي ما انتوا عايزين. طبعا عايزه اقول لكم ان عربيات الكبده والسجق ما بتعملش اكيد الشغل اللي احنا بنعمله دلوقتي ده خالص، ولا الطعم اللي احنا بنعمله دلوقتي ده خالص. زي ما انتم شايفين بنبدا نقطع. طبعا الطماطم مهمه جدا في الاكله ديت. ومعانا اتصال من الشرقيه. محمد منوره الدنيا كلها يا مدام فريده والله. تسلم لي تسلم لي يا محمد، انت اللي منور. والاكل منظره وقعنا كلنا والله يا مدام فريده. تسلم لي تسلم لي، ربنا يكرمك ربنا يكرمك. تسلم ايديك بجد، اكلاتك جميله وبجد يعني انا من ضمن متابعينك كمان على قناه اليوتيوب، بجد تسلم ايديك. منورني يا محمد والله، منورني في الصحه والجمال. بنورك والله، احلى متابعين في الدنيا. ربنا يخليك يا مدام فريده والله، يعني بجد ما شاء الله ما شاء الله بجد على اكل حضرتك، يعني نفسنا والله نبقى موجودين عشان ناكل من جوه الاكل ده. يا سلام والله ما شاء الله عليكم، انتوا يا احلى متابعين في الدنيا بجد، مش عارفه اقول لك ايه. ربنا يخليك يا مدام فريده. تسلم لي يا محمد تسلم لي، تابعنا وخليك معانا على القناه. اكيد اكيد طبعا. تسلم لي يا محمد، شكرا لاتصالك. تحياتي لكل اهل الشرقيه يا جماعه اللي مشهورين برضو بالاكلات الحلوه جدا. طبعا بدا الاكل بتاعنا زي ما انتم شايفين، طبعا الاكل ده بيحب يكون حراق جدا جدا. تمام، نبدا ننزل بقى بشويه فلفل معانا هنا، شويه فلفل حراق تاني على السجق التاني برضو. طبعا اللي بيحب الشطه هيكون مبسوط جدا بالاكله ديت. زي ما انتم شايفين كده هي لازم تكون حراقه يا شيف كريم صح؟ اه طبعا، انا كمان واحد من الناس بفضل الاكل كله حراق. صراحة هو يعني. هو مش حلو كتير، ولكن بجد بيبقى حلو قوي. الشطه على فكره مفيده جدا للجسم يا جماعه، هي حراقه او متعبه اه، لكن مفيده جدا للجسم. بس اكيد برضو مش بكميات زايده قوي يعني. لا مش بكميات زايده، ايوه عشان تبقى مضره. عشان ما نبقاش تعبانين ونتعب بعض، لا اكيد. طيب هنبدا بقى ننزل بشويه طماطم معانا، وعقبال ما ننزل بالطماطم هناخد اتصال من ام يوسف ونقول الو يا ام يوسف. مدام فريده حبيبتي ازيك؟ حبيبتي يا ام يوسف تسلميلي، منوراني ومنوره الصحه والجمال. نورت البلد يا حبيبتي والله. قلبي يا حبيبتي تسلميلي يا رب يا ام يوسف. وحشتينا والله، نورت البلد، يا ريت انا كنت في القاهره كنت جيت سلمت عليك. حبيبتي والله الفضل كله للصحه والجمال اللي بعتوا لي دعوه مخصوص والله، وعملوا كل اللي انا فيه ده عشان اجي معاهم هنا واصور الحلقه ديت من هنا. يوسف ونوران عايزين يكلموك. يا قلبي سلميلي عليهم، اديهم لي اسمع صوتهم. انا بحب اسمع كل حاجه انت بتعمليها، وصوتك ولا حاجه. لا 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 لا، احلى والله، احلى حاجه الاحلى متابعين، اصغر متابعين للقناه يا جماعه، وبجد انا بحبهم جدا، اصغر متابعين للقناه. حبيبي يا يوسف شكرا على الاكل الجميل. بيقول لي انت اللي جميل والله، انت اللي جميل يا يوسف. انت بتعملي بقول ماما اعملي لي زيي. حبيبي انت اللي جميل، تسلم لي يا يوسف تسلم لي يا حبيبي. اعملي لي بيتزا. اعمل لك بيتزا، حاضر على عيني، اعملها لك على طول. ازيك يا كابتن فريده؟ انا نوران. اهلا يا نوران حبيبتي، منوراني. بحب اكلك. وانا بحبك انت واكلك انت. بحب جمبري. انت بتحبي اكلي وانا عايزه اكلك. اعملي لي جمبري عشان في اكلك حلو. حاضر، عينيا الاثنين، عينيا الاثنين لاحلى متابعين في الدنيا. شكرا يا مدام فريده. حبيبتي تسلمي لي يا رب، نورتيني. ربنا يوفقك وشكرا على الاكل الجميل ده. احنا هنقوم نعمل مكرونه دلوقتي عشان العيال طلبوا ان هم ياكلوا مكرونه بشاميل وبانيه. نورتيني يا قلبي، هعمل لكم كل اللي انتوا عايزينه. هقوم اعمل بطريقتك دلوقتي.
دلوقتي طبعا احنا طريقتك في الاكل مجربينها كتير. ربنا حبيبتي تسلميلي، كل الحاجات دي هتلاقيها موجوده معانا على الصحه والجمال، تابعيها. رعايه الله، ربنا يوفقك يا مدام فريده. تسلميلي يا قلبي، شكرا ليكي. شكرا ليكي. نكمل بقى يا جماعه باقي الاكل بتاعنا. نبدا بقى الاكلات ديت، بتحب النار تكون هاديه شويه، هنبدا نهدي النار. تمام، زي ما انتم شايفين كده. نبدا ناخد شويه فلفل الوان، الحاجات دي زي ما قلت لكم تحب الفلفل، بيديها ريحه وطعم حلو جدا. انا طبعا مقطعاه شرايح، هنبدا ناخده حتت صغيره كمان عشان لما نعمل سندوتشات يكون متناسق مع السجق. زي ما انتم شايفين كده هنبدا ناخد شويه. معانا شيف كريم، نبدا ناخد ده. اتفضل. شويه فلفل الوان، ريحه بقى، ريحه الفلفل طبعا مش هقول لكم قد ايه خطيره. شويه فلفل احمر كمان. فلفل الالوان ده مفيد جدا، غير اللون الحلو اللي بيديه لكل الاكلات بتاعتنا، مفيد جدا وقيمته الغذائيه عاليه جدا. مظبوط يا شيف كريم؟ اه، الفلفل مفيد جدا في في الياف كتير، بيساعد في الهضم كمان. انا مش عايزها تكون ايه يعني، عشان الناس برضه ما تفتكرش ان انا صحي قوي، لان انا بحب برضه الاكل التقيل شويه والدسم شويه زي ده. مين ما بيحبش الاكل التقيل؟ لكن لكن في وقت الواحد برضه بيبقى عامل فيه دايت وبيبقى باعد شويه عن الكلام ده. شويه، لكن ما بنبعدش كل الوقت. واحنا لو بناكل الاكل ده على طول بس الكميات محدوده مفيش مشكله. انما احنا مشكله عشان بنحب الاكل ده فبناكله كتير قوي، ما بيبقاش الكميه محدوده خالص يعني. لا ابدا. احنا يا جماعه لو شربنا ميه كتير زياده عن اللازم هموت من ميه، اللي هي ميه مفيده يعني اكسيد الحياه، فنحاول على قد ما نقدر ناكل كتير. نحاول على قد ما نقدر ناكل كتير يا جماعه. تمام، نبدا ان احنا بقى نشوف مشوار الكبده. الكبده بقى حاجات تانية غير السجق خالص، هنبدا نعملها بطريقه تانية خالص. هنسيب السجق معانا، هنبدا نحط له شويه البهارات بتاعته او التوابل. الكبده والسجق ما بيتحط لهمش اكتر من الملح والفلفل الاسود. حابين تحطوا بقى لو الكبده اسكندراني هتحطوا كمون وليمون والكلام ده كله زي ما انتوا عايزين بقى. نبدا نحط الملح. زي ما انتوا شايفين يا جماعه، نبدا ناخد كمان شويه فلفل اسود. حابين تحطوا توم طبعا ده يرجع لكم، ولكن ده بيكون للكبده احلى بكتير. هنبدا ناخد بقى الكبده بتاعتنا اهي زي ما انتم شايفين. الكبده بتبقى حلوه قوي لو احنا بنعملها كده، حطينا معاها نص معلقه توم بس وقلبناها فيها، هتلاقوا ريحه الكبده بجد تجنن. نص معلقه توم، ولو في ليمون كمان تبقى حلوه جدا، نص ليمونه برده هتظبط معاكم جدا. ولكن الاكله بتاعتنا النهارده احنا بنعمل زي ما هو على العربيه بالظبط في الشارع. ومعانا نسمه من الجيزه، معانا اتصال نقول الو. ايوه يا نسمه. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذتنا ازاي حضرتك؟ حبيبتي يا نسمه تسلمي لي يا رب، نورتيني. منورانا. تسلمي لي. منورانا يا استاذه فريده ومشرفانا. تسلمي لي. وعايزه اقول لحضرتك دايما عامله لي احراج مع الولاد يعني. دايما مدام فريده شوفي حاجتها بجد ما شاء الله، خاصه الحلويات. تسلمي لي. تسلمي لي يا رب حبيبتي يا نسمه. فالواحد يعني بيتعلم من حضرتك، والحمد لله على سلامتك، وحقيقي مشرفانا ومنورانا. حبيبتي تسلمي لي يا رب. تسلمي لي. بسم الله ما شاء الله عليكي. الجمال اللي جمعتنا كلنا في الصحه والجمال. جدا جدا انا سعيده انا شفت حضرتك والناس كلها تستفاد منك، لان فعلا حضرتك بناخد منك معلومات رهيبه وجميله جدا. ربنا يخليكي يا رب. حبيبه قلبي منوراني يا استاذه فريده، مش هطول عليكي بقى واخليكي للناس يتفرجوا على الحاجات الجميله. حبيبتي تسلمي لي يا رب. نورتيني. نورتيني يا نسمه، شكرا لاتصالك. هنبدا بقى يا شيف كريم نغطيها ونسيبها على النار هاديه. تمام، لو حابين يا جماعه تحطوا معلقه صلصه على الكلام ده كله، ممكن نحط معلقه صلصه هتبقى حلوه جدا كمان، هتدي معانا صوص. طبعا الصلصه ممكن نحطها على النوع ده بس اللي هو بيكون متقطع. تمام، الثانيه ديت مش بنحط عليها اي حاجه، ما ينفعش نحط عليها صلصه. هنستنى بس لما تبدا تستوي شويه، وهنديها معلقه من الصلصه.
نبدا بقى نعمل الكبده بتاعتنا. هناخد طاسه جديده بقى يا شيف كريم، طاسه جديده نبدا نشوف هنعمل ايه. زي ما انتم شايفين كده الالوان الحلوه قوي ديت بجد حلوه قوي. انا هبدا بقى في الكبده، الشيف كريم هيقطع لنا شويه فلفل اخضر ما يكونش حامي، كفايه فلفل حراق كده. الالوان دي بتحب الحراق بس اوكي، بس كفايه كده كفايه لحد كده. طيب هنبدا بقى احنا هنا هنبدا نشيل ديت معانا، هناخد هنا وهنبدا نشيل دي عشان نبدا في حاجه جديده خالص. شويه كده نبدا نخليها هنا عشان دي كده خلاص جاهزه. هنا بقى الكبده هناخد لها شويه زيت اساسي، الكبده هناخد لها شويه زيت. ومعانا اتصال محمد من القاهره. مساء الخير. مساء النور يا محمد. ازي حضرتك عامله ايه؟ الله يسلمك، منورني يا محمد ومنور الصحه والجمال. انت اللي منوره مصر كلها. تسلم لي، تسلم لي يا محمد، تسلم لي. ربنا يخليك يا رب. شكرا ليك. كنت عايز اسال الشيف كريم على حاجه كده. اتفضل. اتفضل. ازيك الشيف عامل ايه؟ صوتك كويس. الو؟ ايوه. ازيك يا شيف عامل ايه؟ الحمد لله، ازيك عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ نورت مصر حضرتك. ربنا يخليك بنورك والله. كنت بس عايز اسال سؤال لحضرتك صغير. اتفضل تحت امرك. انا كنت عاوز جسمي يزيد شويه عشان انا رفيع وكده. اه تزيد في الوزن، انت جيت في ملعبنا بقى. انت كده جاي. طيب تمام. أوه. تمام. هو مبدئيا انت لو عايز تزيد شويه في الوزن انت لازم بتاكل سعرات حراريه ازيد من اللي جسمك محتاجها، الكالوري ديفيسنت بيكون ازيد من اللي جسمك محتاجه. اه تمام. فده طبعا بيكون محتاج انتظام تاكلك مش اقل من 4 أو 5 وجبات في اليوم بشكل منتظم في الساعات، معاك من 2 إلى 3 ساعات تكون واكل وجبه. اكيد اكيد. انا طبعاً. لو منه هاكل كل ساعه. وهتزود في الكارب، في الحاجات اللي فيها كارب كتير، مكرونه، البطاطس، الكلام ده هتزود فيه في اكلك، وطبعا تهتم بالبروتين برضه عشان صحتك. وبالنسبه للدهون والحاجات دي انت جسمك بيحتاجها برضه. المهم ان انت تكون باستمرار بتاكل في اليوم ما لا يقل عن 4 أو 5 وجبات يعني بتكمل اللي تقدر عليه، اكبر كم تقدر عليه بحيث ان انت تزيد عن الطبيعي بتاعك. ماشي، متشكر جدا لحضرتك. ربنا يخليك، ربنا يخليك. منورين شاشه الصحه والجمال. ده نورك، ربنا يخليك. شكرا يا محمد. شكرا. شكرا لاتصالك يا محمد. حطينا يا جماعه الفلفل الثوم وحمرناه وبدانا نحط معاه الكبده زي ما انتم شايفين. طبعا زي ما انتم عارفين كميه الثوم بنتحكم فيها على اساس احنا هنعمل كميه كبده او سجق او اي حاجه قد ايه. البهارات بترجع لكم انتم في الاكلات ديت، ولكن انا بفضل بالنسبه للسجق ملح وفلفل بس، والكبده كمان هتكون حلوه بملح وفلفل بس. هنخلي الشيف كريم يقطع لنا شويه فلفل كمان. اتفضل يا شيف كريم. طبعا يا جماعه الاكله ديت حلوه جدا جدا، وانتوا عارفين ان الولاد بيستسهلوا جدا اكل السندوتشات، وحتى لو من غير سندوتشات ممكن تتاكل مع مكرونه بالصلصه هتبقى كمان حلوه جدا جدا. احنا هنا زي ما اتفقنا الكبده بنحط لها ملح وفلفل، مش هنحط لها اي حاجه تاني، هتبقى حلوه جدا كمان. شكرا يا شيف كريم. ناخد بقى الفلفل يا شيف كريم. ناخد الفلفل الاسود. زي ما انتم شايفين يا جماعه بنبدا نخليها تدبل بقى ولونها كله يتغير. طبعا الملح بيخليها تدبل معانا اسرع. انا حطيت لها شويه زيت صغيرين جدا، نسبه زيت قليله جدا. احنا النهارده يعني كفايه علينا العيش اللي بناكله مع الاكله ديت بيكون كتير جدا، فبيبقى كافي جدا. هنبدا بقى نشوف الاكله ديت زي ما قلت لكم. ومعانا كارما. الو. ايوه ده فريده. مساء الفل يا كارما حبيبتي، نورتيني. منوره الدنيا كلها حبيبتي. تسلمي لي، انت اللي منوراني. شايفين في قناه حضرتك. تسلمي لي يا رب، تسلمي لي يا قلبي. متابعه حضرتك ازاي وبتحبي قناتك ازاي يا حبيبتي؟ تسلمي لي، انا والله بحبكم كلكم، احلى متابعين في الدنيا والله، احلى متابعين في الدنيا. تسلم ايدك، تسلم ايدك على كل اللي بتعمليه. تسلمي لي يا رب، تسلمي لي يا كارما حبيبه قلبي. احنا مطبخ مطبخ مدام فريده فوزي حبيبتي. تسلمي لي، خليكي معانا على الصحه والجمال اللي جمعتنا كلنا النهارده، خليكي متابعانا عليها حبيبتي يا كارما. تسلمي لي، شكرا لاتصالك. زي ما انتم شايفين يا جماعه احنا كده الكبده بدات اهي ان لونها يتغير معانا، انا مهديه النار شويه. زي ما انتم شايفين كده
السجق كمان في المرحله ديت، يا هننزله من على النار لان هو كده خلاص اكتفينا بان احنا استوى معانا، يا اما لو حابين بقى تحطوا معلقه صلصه وعليها ربع كوبايه من الميه هتبقى حلوه جدا وهتعمل صوص حلو جدا كمان معاكم. احنا كده خلصنا هنا كمان تمام، فاضل لنا بس الكبده، وعقبال ما الكبده بتاعتنا تستوي هي كمان هنبدا نعمل السلطه اللي هنعملها معانا النهارده، سهله جدا وحلوه جدا. ومعانا اتصال ام حور. اهلا، ازاي حضرتك يا مدام فريده، منوره الشاشه. قلبي. ام حور تسلمي لي يا رب، حبيبه قلبي يا ام حور. تسلم ايدك، وصفاتك كلها حلوه يا حبيبه قلبي، وسهله وبسيطه وجميله. تسلمي لي يا حبيبتي. وانا بستفاد من حضرتك كتير قوي، وانا مبسوطه قوي ان انا كلمت حضرتك مش وان انا متابعينك. انا مبسوطه ان انا سامعه صوتكم النهارده، تسلمي لي يا رب. حبيبه قلبي ربنا يوفقك يا حبيبه قلبي يا رب، وتسلم ايدك على الحاجات الجميله اللي انت بتقدمها لنا. حبيبتي يا ام حور ربنا يخليكي، تسلمي يخليكي متابعانا على الصحه والجمال، هننزل لكم حلقات كتير حلوه جدا. حاضر عيني يا حبيبه قلبي. تسلمي لي يا ام حور، شكرا لاتصالك. هنبدا بقى يا جماعه نعمل التبوله بتاعتنا. دي سلطة سهلة وخفيفة وجميلة جدا، وفايدتها بقى ما ينفعش نتكلم فيها، عبارة عن بقدونس، وانتوا عارفين قد ايه البقدونس حلو جدا، وكتير مننا لا بيستخدموه في أي حاجة ولا بياكلوه في أي حاجة أكتر من المحشي وبس، اللي بجد بيكون طعمه مختفي فيه، ما بيكونش باين، فوايده ما بتكونش للدرجة دي باينة، فعشان كده هنعمل لكم النهاردة سلطة التبولة، التبولة سهلة جدا وبسيطة جدا، عبارة عن بقدونس، البقدونس بتاعنا متقطع حتت صغيرة على قد ما تقدروا بنخليه حتت صغيره، وهنبدا ناخد معاه البرغل، طبعا كلنا عارفينه ده كمان مفيد جدا وفي منه دايت وفي منه عادي، تمام؟ البرغل بيكون تقريبا نص كوبايه او كوبايه على حسب الكميه منقوعه في شويه ميه، وزي ما انتم شايفين البقدونس متقطع، يا ريت يكون حتت صغيره هيكون احسن بكتير. هنبدا مع بعض ان احنا نجهز كمان طماطمايه على قد كميه البقدونس، هنحط طماطم طبعا اللي انتم شايفينه، الكميه اللي انتم شايفينها ديت هنحط لها حبتين من الطماطم، هنبدا نقطعها معانا زي ما انتم شايفين كده، ويا ريت نخلي قطعه الطماطم تكون صغيره هتكون احلى بكتير ما تكونش باينه قوي. والدريسنج بتاع التبوله اهم ما فيها، اهم حاجه فيها زي ما انتم شايفين كده، سهله وخفيفه طبعا. وناخد بالنا يا شيف كريم من الكبده نقلبها، اوكي احسن احنا اللي مش هناكل النهارده. زي ما انتم شايفين يا جماعه بنقطع الطماطم وبنبدا نشوف هنعمل ايه في التبوله بتاعتنا، سهله جدا طبعا زي ما انتم عايزين. احنا ممكن كمان نعمل سلطه الطحينه تبقى حلوه قوي مع السندوتشات ديت، بجد جامده جدا. ادي الطماطم اهي، نقطع كمان طماطمايه، ما بيتحطش اي حاجه للتبوله اكتر من البرغل والطماطم طبعا مع البقدونس اللي هو اساسي في السلطه بتاعتنا النهارده، عريس السلطه في التبوله هو البقدونس، وطبعا مفيد جدا وحلو جدا يا جماعه. زي ما قلت لكم على قد ما نقدر نخلي الطماطم قطع صغيره، ونبدا ان احنا نشوف التبوله بتاعتنا هنعملها ازاي. الكبده بتاعتنا بدات اهي انها لونها يتغير وداخله انها تستوي. طبعا هنعمل النهارده سندوتشات، الحاجات دي بتحب تتاكل قوي وهي سندوتشات عشان نحس ان احنا بجد نزلنا الشارع ورجعنا تاني. زي ما انتم شايفين السلطه هنا، الطماطم بتاعتنا قطعناها حتت صغيره، هنا زي ما قلت لكم البقدونس هنبدا ننزل عليه بالطماطم بتاعتنا بس مش اكتر من كده، ده كل اللي بنعمله. طبعا لو احتاجنا طماطم زياده دي بتبقى حسب الرغبه تمام. وهنبدا ننزل كمان بشويه من البرغل اللي قلت لكم عليه، وده كمان بيكون على حسب الكميه اللي انتوا عاملينها، يعني في ناس بتحب الطماطم كتير مغطيه على البقدونس، دي بتكون حلوه جدا على فكره، بتعوضكم كمان عن سلطه الطماطم، ولكن بيكون فيها املاح زياده شويه. هنبدا ننزل بالبرغل بتاعنا زي ما قلت لكم، ده منقوع ومتصفي، منقوع كوباية برغل منقوعة ومتصفية. ومعانا اتصال، ناخد دينا من القاهرة ونقول الو. الو، ازيك يا شيف فريدة، عاملة ايه؟ الله يسلمك يا دينا حبيبتي، الحمد لله. منورة شاشة التلفزيون والله العظيم. حبيبتي تسلمي لي يا دينا. وأي قناة تطلعي فيها تتشرف والله بوجودك فيها. حبيبة قلبي والله النهاردة أنا اتشرفت جدا بقناة الصحة والجمال، وانبسطت جدا بالدعوة بجد بجد، أنا مبسوطة بيهم مش عارفة أقول إيه ولا إيه، بجد الترحيب اللي شفته، بجد الجمال اللي أنتوا شايفينه حواليا ده كله أنا بجد مبسوطة بيه جدا. تسلمي لي يا حبيبتي. كتير وبجد أنا عايزة أقدم رسالة لكل سادة. ألو؟ الاتصال اتقطع، ارجعي اتصلي بينا تاني. بجد انا يا جماعه مبسوطه جدا بالصحه والجمال، احنا طلعنا عليها النهارده
بجد انا مش قادره اقول لكم ولا اوصف لكم بجد القناه. انا شرف ليا ان انا اشتغلت فيها او صورت فيها، اكيد هفضل معاهم اكيد العمر كله. بس المشكله ان انا هفضل رايحه جايه بقى، لان هم بجد بعتوا لي دعوه من امريكا، واحنا جينا طبعا عشان نصور معاهم الحلقات اللي انتم شايفينها ديت على القناه. بس اكيد هنفضل على تواصل كلنا مع بعض، القناه حلوه جدا. احنا هنا قطعنا كمان طماطم تاني وهنبدا نحطها هنا. الكبده معانا يا شيف كريم، الكبده هنعلي النار شويه عشان احنا كده خلصنا كل حاجه تقريبا. هنعلي النار شويه كده، السلطه بتاعتنا زي ما انتم شايفين. هنحط الطماطم، احنا كده تقريبا بدانا نخلص اكلتنا اللي هي السلطه بتاعتنا. هنبدا بقى نحط عليها شويه، الشيف كريم هيجيب لنا شويه خل، وهناخد كمان شويه صويا صوص معلقه صغيره جدا زي ما انتم شايفين كده، هتديها طعم حلو قوي. وهناخد كمان شويه من الخل، شكرا يا شيف كريم، شويه من الخل، وده حسب الرغبه بس هو بيكون حلو جدا فيها يا جماعه، شكرا. وهناخد كمان شويه من الزيت، وهناخد ملح، شويه زيت يا شيف كريم من فضلك، الملح طبعا حسب الرغبه يا جماعه. ومعانا كمان اتصال من القاهره، احمد. مساء الخير يا احمد. يا استاذ فريده ازيك؟ الله يسلمك. ازيك يا استاذ فريده؟ اتفضل. عايز تليفونك الشخصي بتاعك. عايز التليفون الشخصي عينيا، حاضر، اتواصل مع الكنترول وهم هيدوك الرقم. نورتني يا احمد من القاهره. زي ما انتم شايفين يا جماعه، زي ما قلت لكم، تقدروا تزودوا البرغل، تقدروا تزودوا الطماطم زي ما انتم عايزين، تمام؟ هنبدا بقى نحط شويه من الزيت، وعلى فكره لو زيت الزيتون كمان هيبقى احلى بكتير في التبوله. زي ما انتم شايفين كده خلصت معانا، سهله وبسيطه. بتحب الليمون جدا على فكره، لو حبيتوا تحطوا ليمون زودوا الليمون شويه، هيبقى حلو جدا كمان فيها. احنا بكده بنكون خلصنا التبوله، اسهل سلطه ممكن تخطر على بالكم. بنقطع بقدونس بس، والباقي كله زي ما انتم شايفين. نبدا بقى ناخد معانا دي ونروح بالكبده هنا، تمام؟ احنا كده هنا جاهزين، خلصنا الكبده بتاعتنا كمان تقريبا خلصت زي ما انتم شايفين. هنبدا بقى ان احنا نشوف هنعمل ايه، هنعمل السندوتشات بتاعتنا. الاكله دي بتحب تتاكل قوي سندوتشات زي ما قلت لكم. معانا اتصال، هدى، نقول الو. الو. الو، مساء الخير. ازيك يا مدام فريده؟ الله يسلمك يا حبيبه قلبي. انا متابعه حضرتك، الله اكبر عليكي زي العسل. الله اكبر عليكم، انتوا يا احلى متابعين في الدنيا واحلى جمهور واحلى قناه. ربنا يوفقك يا رب كده، ودايما في تالق من نجاح لنجاح يا رب. والله انتوا ناس حلوه جدا، وانا مبسوطه بيكم جدا بجد بجد، انا مبسوطه باتصالاتكم وتواصلكم. ربنا يخليك يا رب، ودايما كده منوره الشاشه كده وكبيره بينا ان شاء الله، ونكبر بيعاك ان شاء الله يا حبيبتي. تسلمي لي يا قلبي، والله احلى متابعين، تسلمي لي. في بقى سؤال بالنسبه للاسكالوب. اتفضلي. انا عايزه اعرف لما اروح للجزار اقول له عايزه حته ايه عشان اعملها في البيت اسكالوب. حته الاسكالوب دي بقى بتبقى خطيره، هي اصلا أيوة. حته موجوده في العجل او البقره او الجاموسه، بتبقى قطعتين في الظهر من فوق، والقطعه دي بتبقى شبه السمكه. بتاخدي الحته دي بس، وبتبقى غاليه جدا، لان كل عجل على وزنه ده كله او بقره او ايا كان الذبيحه بتكون فيها قطعتين اتنين، القطعه ما بتعديش ال 2 كيلو، عشان كده بتكون غاليه. دي اطرى حته، بتشم النار بتستوي معاكي على طول. اللي هي يعتبر ورا الضلوع على طول؟ بالظبط كده، بالظبط، انت عارفه المعلومه اهو. طيب تمام يا حبيبتي، ربنا يخليكي وما تحرمش منك ابدا. حبيبتي نورتيني، نورتيني. شكرا لاتصالك. هنبدا بقى يا جماعه، احنا كده الاكل بتاعنا كله بدا تقريبا يخلص، هنبدا ان احنا نعمل حاجه مهمه جدا، ناخد السندوتشات بتاعتنا. الشيف كريم بقى هيبدا يعمل لنا السندوتشات، ينورنا هنا كده، يعمل لنا بقى شويه سندوتشات حلوين. اتفضل يا شيف كريم، نسرع بقى مع بعض كده ونعمل احلى سندوتشات في الدنيا. يلا بينا. اتفضل. هنا التبوله معانا اهي جاهزه، هناخد بقى معلقتنا الجميله وهنبدا نعمل السندوتشات. وطبعا السندوتشات ديت ممكن تحطوا عليها اي حاجه، كاتشب، مايونيز، مستردة، اي حاجه حابين تحطوها. والكبده بتاعتنا كمان تقريبا خلصت زي ما انتم شايفين،
الملح طبعا حسب الرغبه في الكلام ده، ولكن نراعي ان السجق بيكون من جوه فيه ملح اوريدي او فيه بهارات اوريدي، فنحاول نخلي الملح يكون خفيف شويه. الكبده معانا اهي كمان تقريبا خلصت، نبدا نعمل السندوتشات بتاعتنا. نبدا نساعد طيب الشيف كريم نعمل معاه سندوتشات. الشيف كريم جعان. الشيف كريم جعان يا جماعه، تقريبا احنا هنخلص الحلقه وهيقعد ياكل الاكل ده كله، فنبدا هو انا ممكن استعير معلقه انا كمان. نبدا نحط بقى السندوتشات بتاعتنا زي ما انتم شايفين. طبعا السندوتشات دي اسعد لحظه في الدنيا هي اللي انتم شايفينها دي، واحنا بنحط الكبده والسجق في الساندوتش بتاعنا. ويا سلام بقى، يا سلام لو كمان نحط عليه شويه كاتشب، مايونيز، مستردة، كمان حاجات جامده جدا. ناخد الكاتشب يا شيف كريم معانا ونحاول نفتح ديت بقى عشان ما نتعذبش احنا فيها. زي ما انتم شايفين ممكن نحط شويه من المايونيز كمان، هتديله تيست حلو جدا جدا. طبعا السجق بنعرف نلعب في الساندوتش زي ما احنا عايزين، الكبده مش هينفع فيها اي لعب. شويه مستارده، شويه كاتشب، شويه مايونيز، هيدونا احلى ساندوتش في الدنيا زي ما انتم شايفين كده، حاجه بجد بتتكلم لوحدها. شايفين المنظر؟ طبعا يا جمال، وبقى لو حاطين فيه كمان شويه فلفل او قرن فلفل حامي هيبقى الموضوع عالي جدا جدا. نبدا نكمل باقي الساندوتشات معانا. ناخد دي هنا شويه مستارده، نعمل بقى سندوتش تاني بالمستردة زي ما انتم شايفين يا جماعه. هناخد السندوتشات الصغيره ديت، حلوه جدا كمان. شايفين؟ شايفين المنظر ده؟ يا سلام يا سلام، ايه الحلاوه دي. نبدا ننزل بشويه مستردة. شايفين يا جماعه المنظر بقى؟ ايه المنظر ده؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه ده؟ معانا اتصال مدام روما من المنصوره، ويا رب تكون هي رميساء الشنابي. ايوه، ازيك؟ مساء الفل يا روما. عامله ايه؟ وحشاني حبيبه قلبي، احلى بنت في الدنيا وارق بنت في الدنيا روما. حبيبتي والله منوره الشاشه كلها. تسلميلي. يعني منوره القناه. تسلميلي رميساء الشنابي يا جماعه. حبيبتي على فكره عايزه اقول لك مفاجاه حلوه قوي. اتفضلي. من احلى المتابعين اللي تواصلوا معايا النهارده ماما كلمتني. بصي متوصيين بيكي والله، احنا بصي فرحانين جدا والله، منوره الدنيا يا فريده. حبيبه قلبي الدنيا. انت اللي منوراني يا قلبي، انت اللي منوره الدنيا كلها. ايه الحاجات الحلوه اللي انت بتعمليها لنا دي؟ انت الحلوه. تسلميلي يا روما، تسلميلي يا قلبي. القناه بتاعتك متميزه جدا والله، وصفاتك كلها بجربها. حبيبتي يا قمر، حبيبتي تسلميلي. حبيبتي يا روما، قد كده من وصفاتك الحلوه. تسلميلي، انت احلى حاجه في الدنيا والله، جميله يا روما، بحبك جدا يا رميساء. حبيبتي والله الحب متبادل، ومتابعينك يعني بصي من كل العيله متابعاك. لازم تتابع كمان قناه الصحه والجمال، احلى قناه في الدنيا. طبعاً انا بجد مبسوطه جدا ان هي جمعتنا النهارده في مصر. والله ده انت نورتي والقناه نورت والله. تسلميلي، تسلميلي يا رميساء حبيبتي. حبيبتي يا فريده، كنت عايزه اسال شيف كريم على حاجه على الدايت، لو احنا اتفضلي. عايزين نعمل دايت وكده، ايه شيف كريم اتواصل بقى، المفروض نبقى ايه؟ اتفضلي اتفضلي. انت لو عايز تعملي دايت ان انت تنزلي وزنك ولا تزودي وزنك؟ ما ده برضه دايت. لا انزل وزني. تنزلي وزنك، تمام. هو كل واحد فينا بيبقى ليه معدل حرق معين، لو زاد عنه هيتخن ولو قل عنه هيخس، ده اللي احنا عارفينه. ايوه صح. ولكن في عمليات ثانيه كتير بتساعد في ان جسمك يحرق اكتر من الشكل الطبيعي، اللي هو ان انت تنظمي اكلك، ان هو ان انت تشربي ميه كتير، 4 لتر ميه في اليوم على قد ما تقدري تشربي يعني، بس مش اكتر من 5 6 لتر ميه. الميه بتساعد جدا في الحرق، وتنظيم الاكل بيساعد جدا في الحرق لانه بيعلي نسبه الانسولين في الدم. ايوه، فبيكون الجسم بيحرق بشكل اكبر يعني. ولكن طب هو انا المفروض لو يعني بنظم الاكل وبقلل الكميات بس برضه وزني ثابت مش راضي ينزل، المفروض اعمل ايه؟ لو بتنظمي كميات اكلك مش راضي ينزل؟ الوزن برضو مش راضي ينزل، يعني بيثبت عند ليفل معين وما بينزلش بقى، خلاص بوصل لمرحله ما بينزلش اكتر من كده. بتغيري بس في انواع الاكل، لو انت ماشيه على نظام غذائي كويس بتغيري في انواع الاكل، يعني مثلا لو الكارب بتاعك مكرونه بخليه رز، لو تاخديه من عيش مثلا سن ولا حاجه بتغيريه تخليه مكرونه، وتغيري. أيوة. في انواع الكارب بس تلعبي فيها، طبعا انت بتقللي كارب، بتقللي الدهون، حاولي على قد ما تقدري ان انت ما تاكليش دهون كتير، هي تاكلي دهون لان هي مفيده ولكن بنسبه قليله. واهم حاجه. أيوة. اهم حاجه اللي بننساها كلنا واللي غالبا هتلاقيها مثبته وزنك هي الميه. الميه سر ممكن رهيب فعلا، احنا فعلا ما بننسى نشرب ميه، كلنا سر رهيب. سر رهيب. الميه اهم حاجه في النظام الغذائي.
ماشي، ميرسي يا شيخ، ربنا يخليك ومنور الشاشه حضرتك ومعمده فريده كمان. حبيبه قلبي يا رميساء، تسلمي لي يا قمر، ميرسي جدا، نورتيني. شكرا، شكرا ليك، شكرا لاتصالك. طبعا يا جماعه احنا كده تقريبا خلصنا وبنعمل السندوتشات اهو، الفينش النهائي للسندوتشات زي ما انتم شايفين. هنبدا بقى، احنا كده طفينا النار بتاعتنا، تقريبا خلصنا كل السندوتشات. هبدا اوريكم الشكل النهائي بتاعنا. دي كده خلاص تقريبا خلصناها. هنبدا ناخد بقى طبعا كميه السندوتشات اللي الشيف كريم عملها هي غطت عدت عندي بكتير، انا مش قادره اقول لكم هو عمل كميه قد ايه اصلا. احنا هنا تقريبا خلصنا زي ما انتم شايفين كده، دي كميه السندوتشات اللي احنا عاملينها النهارده معاكم ومع الشيف كريم. اتفضل يا شيف. نبدا بقى نحط الباقي دوت في طبق، لو انتم حابين فعلا تاكلوها متغمسه. انا مبدئيا تعبت من المنظر. ومعانا اتصال من المنوفيه، ونقول الو. الو، ازيك يا مدام فريده، اخبارك؟ الحمد لله حبيبتي. حبيبه قلبي والله العظيم، بصي احنا بنشكرك والله على المحتوى اللي حضرتك بتقدميه. حبايبي كل اهل المنوفيه على راسي. حبيبه قلبي، بالتوفيق يا رب ان شاء الله. تسلمي لي يا قمر، تسلمي لي، منوراني ومنوره القناه. حبيبه قلبي والله احنا دايما متابعينك، وفعلا محتواك جميل جدا جدا والله، وبتشيدينا كتير والله. احلى متابعين في الدنيا. من نجاح لنجاح ان شاء الله يا حبيبتي. حبيبه قلبي، تابعينا على قناه الصحه والجمال. ان شاء الله. حاضر يا حبيبتي، تسلمي لي. شكرا يا حبيبتي، شكرا. انا الحلقه دي قريبه لقلبي قوي. قريبه لقلبك ولا السجق والكبده هما اللي قريبين لقلبك يا شيخ كريم؟ عشان السجق والكبده وعشان كل حاجه. طبعا يا جماعه احنا هنا اللي بيتبقى معانا هنحطه بقى في اطباق كده، ناخد بقى كل حاجتنا دي خلاص خلصناها مش عايزينها. نبدا نحط الكبده والسجق كلها بقى في اطباقنا الجميله دي. تمام، زي ما انتم شايفين هنا خلصنا يا شيف كريم. اوكي، وهنا كمان تقريبا خلصنا. احنا كده خلصنا كميه السندوتشات اللي احنا كنا بنعملها كلها، تقريبا كل شغلنا كده خلص ما عدا الصوص بتاعنا، المايونيز والكاتشب والمستردة، دول بيبقوا اساسي في كل اكله. طبعا عايزه اقول لكم ان احنا لو هنغرف السلطه التبوله بنحط تحتيها ورق زي الكابوتشا، ورق الخس، الورق، الحاجات ديت بنحطها تحتيها زي ما انتم شايفين كده، بنقدر نستخدم ورق الكابوتشا نفسه وبنفرده وبنحط عليه التبوله، بيكون شكله حلو جدا. وعلى فكره في الاكل للناس اللي مش حابين كمان التبوله قوي او البقدونس قوي، احنا ممكن نعمل الورقه نفسها زي ما انتم شايفين، ممكن نحط فيها التبوله وبالدريسنج بتاعها بتكون حلوه جدا، ونعملها كانها زي السوشي بالظبط، بنحطها كده وبنبدا نلفها وبتعملوها زي السوشي بالظبط زي ما انتم شايفين. دي لو قطعتوها نصين هتلاقوها من جوه منظرها لطيف جدا. نبدا نقطع لكم واحده نوريها لكم. شايفين يا جماعه؟ شايفين المنظر ده؟ بتبقى بالشكل ده كانها لقمه متغمسه، وهي فعليا خس، قطعه خس. شايفين المنظر؟ طبعا مش عايزه اقول لكم الاكله ديت وجمالها وحلاوتها زي ما انتم شايفين كميه السندوتشات اللي عملناها. اتفضل يا شيف كريم. والكبده والسجق اللي اتبقوا ناخد دول. كميه السندوتشات اللي عملناها انا مش عارفه اوريها لكم منين ولا منين، زي ما انتم شايفين كده. وادي الكبده والسجق اللي اتبقوا. للي حابب ياكل طبعا بالعيش البلدي، انواع الصوص بتاعتنا اهي موجوده، نقدر نحطها مستارده، كاتشب، مايونيز، زي ما انتم عايزين. النهارده الحلقه بتاعتنا كانت جامده جدا، ولسه هتبقى اجمد لما ناكل السندوتشات ديت ونقول لكم ايه راينا فيها في الحلقه اللي جايه ان شاء الله. النهارده كان معانا الشيف كريم، نورتنا يا شيف كريم. انا خليك كده، نورك، ميرسي جدا. نورتونا يا جماعه، وبجد بنشكر قناه الصحه والجمال على المجهود الجبار اللي هم قايمين بيه معانا، وبجد بشكرهم على الدعوه الحلوه اللي قدموها لنا للمره الثانيه، واكيد هنكون معاهم على طول. استنونا على قناه الصحه والجمال، ما تروحوش في اي حته، احلى متابعين في الدنيا. شكرا ليكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.